دكتور حسام عازم، ما هي رسالتكم من هذه الوقفة؟ رسالتنا إلى أبناء شعبنا، علينا أن لا نسكت على ما يقول في مجتمعنا. آفة العنف تأكل شعبنا، وعلينا أن نكون دور، علينا أن نكون بحراك شعبي متواصل من أجل إيصال كلمتنا إلى السلطة، ونقول الشرطة هي المسؤول الأساسي عن الجريمة، وعلينا نوصلهم، نقول لن نسكت بعد اليوم. دماء أبناء شعبنا ليس رخاص، ونحن ليس مواطنين درجة ثانية، وليس نحن خطر أمني على الدولة، إنما نحن مواطنين متساوي الحقوق، وحقنا الكامل الأمان علينا وعلى أبنائنا وعلى نسائنا وعلى أطفالنا. منذ استلم بن كفير وزارة الأمن الداخلي وآفة العنف تزداد، ما هو تعليقكم على ذلك؟ واضح أن بن كفير جاء يستمر في سياسة حكومة إسرائيل، هو اعتبارنا أعداء، وهدفه الأساسي استمرار استئصال وضرب الجماهير العربية وفتح المجال للعصابات المنظمة، ولن يحاربها ولا يريد أن يحارب حكومة إسرائيل. وشرطة إسرائيل عندها القدرة أن تستأصل الجريمة من المجتمع العربي، ولكنها هي جزء من الجريمة، وبن كفير هو إنسان جاء يستمر في هذه الجريمة، وأكثر إنسان عنصري جاء ضد الجماهير العربية. وكل ما يتحدث عن الميليشيات ما يسميها الميليشيات الوطني، وجاءت استمرارا لمهاجمة الجماهير العربية فقط في القضايا الوطنية، أما في القضايا الإجرام فهو يساعد ويعمل على استمرار الإجرام، هو جزء من الجريمة، هو مجرم أيضا.